بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. إزيكم حبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. وأنتوا بتشوفوا معايا الفيديو النهارده، فيديو روتين ومشجع جدا ومحفز للناس اللي قاعدة كسلانة وقاعدة معظم قعدتها على النت لغاية لما البيوت هتحفل منها. طبعا نقوم كده ونتشجع ونستعين بالله ونطلب القوة والعون من الله. طبعا هنبتدي ان شاء الله زي ما اتعودنا قبل كده، لما يكون عندنا شغل كتير في البيت نحاول ان احنا نصحى بدري عشان نخلص وقتنا بدري، زي ما احنا بنقول دايما البركه في البكور، والمثل الشعبي بتاعنا الشغله البدريه منسيه. طول ما انت بتعملي شغلتك بدري، حتى لو كان عندك حاجات كتير جدا تعبها بتنسي بقيه اليوم وكانك ما عملتيش حاجه. زي ما احنا سامعين مع بعض كده، الحمد لله صحيت من الفجر وصلينا الفجر حاضر، وقعدنا قلنا الاذكار بتاعت الصلاه واذكار الصباح، وكمان قرينا الورد اليوم بتاع القران عشان المشاغل الحياه اليوميه ما تلهناش وننساه. وبعد كده ريحنا شويه، عشان طبعا احنا عارفين ان الفجر عاد بقدم بدري، يعني الساعه 3 وحاجه بسيطه جدا، فريحنا بدري شويه لغايه لما الشمس كده طلعت معانا. طبعا الشمس بتطلع بدري قوي وبتطلع حاميه. وبعد كده بدانا كده نستعين بالله ونبدا في الشغل بتاعنا. عندنا تل من الغسيل كبير زي ما انتم شايفين كده، طبعا ده غسيل 3 ايام بس يا جماعه عشان كسلنا شويه، فالغسيل قوم علينا، غير اللي احنا لسه هنلمه من بقيه الشقه، يعني هنشيل ملايات السرير واي مفرش عايز تتغسل من البيت. وطبعا الغساله عندي بعافيه شويه، فبضطر ان انا احط لها ميه الغسيل وكمان في ميه الشطف. فدايما برضو بعمل تحدي كده مع نفسي مع الغساله، يعني لما يكون عندي شغل في البيت وفي غسيل، اول حاجه بعملها بشغل الغساله وبعد كده بلف حواليها في بقيه الشغل. لما الغساله بتخلص الغسيل بتاعها بكون انا خلصت الشغل، وتقومي منشره هدومك. فدي فكره برضو بسيطه جدا. بعد كده قلنا ناخد بقى لقمه او فطار على السريع كده عشان يدينا باور ونقدر نكمل الشغل بتاعنا. فعملنا سندوتشين على السريع ومعاهم خياره مخلله تفتح النفس وطماطمايه، وخلصنا فطارنا. وبعد كده نقوم نكمل شغلنا، ومساعد الزوج طلب منه يشيل معايا المراتب، نطلعها بره كده تتشمس وتتهوى قبل ما ننظف ونرجعها مكانها على نظافه. دلوقتي بقى هدخل افتح الشبابيك. انا هبتدي كده الاول هنا بغرفه الاولاد، بسم الله. نغير بقى كده هوا وجو الاوضه. هخلى بقى عندي هنا التسريحه وهغير على طول هنا الملايات. احنا قلنا بقى النهارده تنظيف شامل، تغيير كل حاجه. وعشان طبعا هخرج هنا السجاد وانفضه، فهطلع دلوقتي في البلكونه همسحها الاول عشان اخرج الحاجه على النظافه. كده خلاص نظفت البلكونه وطلعت السجاد ونفضته. هي الشمس بتيجي هنا بعد الساعه 10 كده، فان شاء الله شويه كده وهتيجي. يعني عشان اخلص بقى هنا الغرفه، انا جبت عندي الجردل اللي همسح بيه وحطيت فيه تول كلوريكس 5 في 1، وعندي الجاروف والمقشه عشان هبتدي اكنس الاول. طبعا انا بشد كده هنا الكومودين واي حاجه ممكن تتحرك، لاني انا عارفه ومتاكده ان الكوارث اللي اولادي بيعملوها وبيرموها ورا اي حاجه كده، فهلملم كده الاول واكنس وبعد كده امسح. مسحت الاوضه وكده خلاص الاوضه دي اتشطبت معايا. هبتدي دلوقتي اخر حاجه اخدها معايا الباسكت ده عشان اغيره، وهقفل بقى الاوضه عشان يبقى في حاجه كده خلصنا منها. دلوقتي بقى نيجي في اليمه الثانيه من البلكونه. زي ما احنا طلعنا كده من بدري المراتب تتشمس، لان زي ما احنا قلنا الشمس بتيجي هنا الاول، فهي دلوقتي بدات تتغير. فهندخل بقى دلوقتي المراتب عشان نبدا ننظف هنا البلكونه ونعمل ايه كمان. همسك بقى الاول كده شيش البلكونات، انضفها بالفرشه دي، وجايبه عندي برده الجردل والميه عشان امسحها. بعد كده طلعت السجاد بتاع الاوضه ونفضته كويس بالمنفضه، والغسيل الحمد لله خلاص جاهز معايا، هنشره بقى دلوقتي كده. وبالنسبه هنا للغرفه بكنس فيها كده والم الكنسه، وبعد كده همسحها عشان اكون خلصت هنا واقفلها هي كمان. دلوقتي بقى دخلت غرفه الصالون. طبعا هي مش محتاجه ترتيب، يعني هي نظيفه، فانا جايبه بس معايا المكنسه الكهربيه وهظبط بس الكراسي واكنسها وتبقى هي كده خلاص معايا. يبقى في كده غرفه احنا هنترحم منها النهارده، مش هشيل بقى سجادها ولا حاجه. دخلت بقى دلوقتي المطبخ عشان نجهز بقى الغداء، الواحد جوعنا وعشان الاولاد يتغدوا. طبعا زي ما احنا شايفين مع بعض المطبخ نظيف مفيش اي حاجه، كنت لسه عاملاه معاكم امبارح، والحمد لله مفيش اي مواعين ولا حاجه. يعني المطبخ لما بيكون نظيف بيخليكي غصب عنك كده اي طبق يتبهدل معاكي او
يكون في الحوض بتغسليه اول باول عشان ما يبقاش فيه اي حاجه متكركبه وتحافظي عليها يعني. بالنسبة بقى للصالة، الصالة عندي محتاجة تنظيف من الأعماق، شيل وتنفيض وغسيل، يعني بجد عايزة انضفها تنظيفة حلوة. فعشان كده ان شاء الله هخليها في فيديو منفصل هعملها لوحدها عشان هتطول معانا شوية. واخيرا بعد اليوم الطويل الصعب ده هدخل بقى اخد الشاور بتاعي، ولميت شوية المستحضرات بتاعتي البسيطة جدا، هرطب بقى واخد الشاور كده، وكمان شوكولاتة اليان، شوكولاتة بتعلي هرمون السعادة، ما نشوف يعني. بس ده كان فيديو النهاردة، بتمنى يكون افادكم واسعدكم. اشوفكم على خير، فيديو جديد، وسلام عليكم.